في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما ما تعلق منها بظاهرة الاتجار غير شرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر قطاع الاختصاص، تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة بفرقة البحث والتدخل بياري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من القيام بعمليتين نوعيتين منفصلتين، وهذا على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شبكتين إجراميتين تنشطان في مجال نقل المؤثرات العقلية وترويجها عبر قطاع الاختصاص. وبعد جمع أكبر قدر من المعلومات تم إعداد خطة ميدانية محكمة، أين أسفرت العمليتين على توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، مع ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت في الإجمال ب 2645 قرص من المؤثرات العقلية، وكذا حجز مركبة سياحية تستعمل في نقل تلك السموم، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر ب 84650 دينار جزائري من عائدات بيع تلك السموم. تم إنجاز ملفين قضائيين للإجراءات القضائية ليتم بموجبه تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.